يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في الآونة الأخيرة تمثيلية تحكي قصة المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد صار لها صدى، فما رأيكم بهذا العمل حيث إن فيه خطرًا، وما هي نصيحتكم لمن يشاهده أو يشتري هذا الفيلم؟ لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا الصحابة، حتى الصحابة ما يجوز تمثيلهم، تقمص شخصياتهم. قد صدر بهذا من رابطة العالم الإسلامي ومن هيئة كبار العلماء قرارات تحريم هذا الشيء. ألا يجوز إدخال الأنبياء في التمثيليات، تقمص شخصياتهم؟ ولا يجوز إدخال الصحابة، تمثيل الصحابة في التمثيليات؟ كل هذا لا يجوز. نعم.